الموضوع اللي جاي خلاص، اللي هي التعامل مع الملفات. خلاص التعامل مع الايه؟ مع الملفات بقى تعامل داخلي. يعني ايه داخلي؟ مش مجرد ان انا اتعامل مع الفولدر والدرايفر والفايل من بره بره، خلاص عايز اتعامل مع ايه من جوه، مكتوب في ايه، اقرا منه حاجه، اكتب جواه حاجه، الملف في حد ذاته. خلاص طيب، فانا سريعا سريعا كده لو جبت تكست بوكس وزرار، يعني تكست بوكس عايز اكتب وادوس على، مش هكبره دلوقتي، المفروض اكبره طبعا واحدد المكان اللي انا عايز اسيف فيه ومش عارف ايه، بس انا راح فين ايه ده، ورجع تاني تعالى يا ابني هنا معايا، واجي هنا على التكست بوكس ده واختار مالتي لاين عشان اقدر اكتب فيه اكتر من ايه، اكتر من سطر. خلاص كده، وعايز اكتب حاجه وادوس على الزرار يسيب لي في مكان معين. طبعا ممكن ازود تكست بوكس ثاني يحدد البصل وعايز اسيب فيه ولا ايه. خلاص، وممكن اخلي الزرار دوت يبقى تحتيه سيف فايل دايلوج، اول ما يدوس عليه وما يقول له ايه هتسيب فين ويحدد المكان، وناخد الباص بتاع المكان اللي هو حدده وهم عامله له، صح؟ طيب، على العموم هاجي جوه الزرار دوت من غير مسميات كده على طول عشان بس الوقت، واما اعرف system.io، احنا عايزين نهرب قبل ما الدنيا تولع، قبل ما الدنيا system.io. في عندي، انا هتكلم على حاجتين اساسيتين، في حاجه اسمها ستريم رايتر، في حاجه اسمها ستريم ريدر. خلاص، ستريم يعني ايه؟ تدفق. يعني ايه تدفق؟ حاجه عماله تدلق كده. تدفق ده يعني مجموعه من البيانات او تدفق من البيانات، سواء كان جاي لي هقراه او هكتبه. خلاص، ستريم رايتر اسميه اس دبليو بتساوي نيو سيستم دوت اي او دوت ستريم رايتر. قال لي في عندي 7 طرق لانشاء الستريم رايتر. طب ال7 طرق دول كلهم عايز حد يجاوبني كده، شوف بس ده بالذاكره ولا لا. بنسمي ايه لما يكون في عندي اكتر من طريقه بنفس الاسم؟ اوفرلودنج. فكده ده اوفرلودنج. طب ده اوفرلودنج ايه؟ في حد جاب بعدين؟ ده اسمه اوفرلودنج للكونستراكتور. خلاص، انا ده اوفرلودنج للكونستراكتور. هل ينفع نكمل التمرين ولا هم خلاص؟ ماشي. خلاص بقى؟ خلاص. على الدي نيو فولدر، خلاص جواه ملف هنعمله هنسميه تيست دوت تي اكس تي. خلاص كده، ده الباص بتاعي. لو جيت قلت اس دبليو اللي هو الستريم رايتر دوت رايت، وممكن عندي رايت ورايت لاين، اكتب سطر يعني وانزل انتر، او رايت رايت، الكلام ده كله على بعضه. فقلت له رايت، قال لي هتكتب ايه؟ قلت له هكتب التي اكس تي او التكست بوكس واحد دوت تكست، هكتب كله كامل مكتوب في التكست بوكس واحد دوت ايه؟ دوت تكست. تمام، كلام جميل كده، هكتب كله موجود في التكست بوكس واحد دوت تكست. اس دبليو دوت كلوز، لازم اقفل الفايل. ليه لازم اقفله؟ ممكن احدد كمان بالنص افتحه ثم اكتب جواه ثم اقفله ثم مش عارف ايه ثم مش عارف ايه. ممكن ادي يعني تفاصيل اكتر هتكلم عليها بقى بالتفصيل يمكن المره الجايه، بس مؤقتا دلوقتي اشوف كده الفايل بتاعنا ده هيتعمل ولا لا. هيسمينا الفايل، دوس على الزرار. خلاص، هو المفروض عمل، احنا ما حددناهوش طلع رساله ولا اي حاجه. على الدي جوه نيو فولدر هلاقي فيه تيست دوت تي اكس تي، لو جيت فتحته هلاقي جواه الايه؟ جواه العك اللي احنا عكناه. خلاص، كنت عايز اقول فايل ريدر. طيب ايه؟ طيب، على العموم لو فايل ريدر المفروض ان انتوا تعرفوا تعملوه. زي هعرف، زي ما عرفت ستريم رايتر هعرف ستريم ايه؟ ستريم ريدر. ادي له الباص بتاع الفايل، وبدل ما اقول له رايت هقول له ريد، ولما اقول له ريد بيرجع لي تكست احطه جوه تكست بوكس. خلاص، هو كلوز برضه.
ازاي التعامل مع الملفات دي بقى، دي قصه طويله مهمه جدا 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 جدا. والاهم ان في ملفات اسمها الباينري فايلز، باينري فايلز اللي هو زي يعني زي كده بالبلد يعني البيانات متسايبه، بس متسايبه بشكل مش مكروه خلاص. وازاي اتعامل معاها بحيث ان يكون عندي مثلا ارقام تليفونات بتاع الزمايل اللي عايز اخزنها واخزنها جوه فايلات، ويبقى البرنامج بيتعامل مع فايلز، اسيب بيانات بتاعت فايلز واقرا منها ملفات والى اخره خلاص. مش لازم داتابيز، مش لازم داتابيز، لان احنا قايلين ناس كده مش فاهمه يعني ايه داتابيز. لو قدرنا نخش في المرحله دي كويس ونقدر نتعامل مع الملفات كويس جدا جدا، هنقدر نعمل فيه برامج كبيره جدا ومهمه جدا في السوق، وكلها فايلز مش داتابيز، مش داتابيز خالص، كلها فايلز، كلها ملفات. وازاي بيتعامل معاها؟ طبعا هي قديمه، طبعا الداتابيز بتديك امكانيات اكتر، لكن دي موجوده ودي موجوده، ممكن نبدا ايه نشتغل بيها. بس عشان الناس طبعا هيضربونا.